فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل آخر يقول: أليس من الأيسر أن يفتى بما رآه أبو حنيفة وشيخ الإسلام فيحجب الإخوة؟ لأنه أسهل لكم. لا أو كذا، يفتى بما عليه القضاء في البلد، ما عليه أهل البلد وعليه القضاء يفتى به. نعم. فضيلة مثل واحد يدرس الفرائض ويوم جاء باب الجد والإخوة قال: هذا في خلاف نبينا حذفه عنكم. كيف تحذفه عنه؟ لازم من معرفته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.